ماما يا ماما يا ماما، انا عايزه حاجه. اوف، ايوه، ايه هي الحاجه دي؟ زهقتيني بقى، ما تقولي. استني بس، ما تزهقيش. الحاجه دي هي حاجه بقى ايه، تفضل تلف 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 وتلعب كتير 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 قوي يا ماما، وتفضل تتنطط 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 كده في كل حته في كل حته يا ماما. وعايزه واحده بقى، عايزه واحده، هاتي لي واحده بقى. يوه يا بنتي، ايوه، ما هي ايه الحاجه دي؟ قطه. ايه؟ قطه قطه يا ماما، قطه اللي بتنط دي وبتجري كتير كده. قطه. يعني المفروض اللي احنا نفهمه من كل الكلام ده والموضوع ده ان انتي في الاخر عايزه قطه. ايوه انا عايزه قطه، عايزه قطه، هاتولي قطه. طيب انا موافقه، يا رب نخلص. وانا كمان موافق، يا رب فعلا نخلص. يا سلام، يعني خلاص هتجيبولي القطه؟ خلاص هنجيبلك القطه، يلا بقى عشان ندخل ننام. ايوه فعلا، انا لازم اروح انام دلوقتي عشان بكره ورايا شغل. وانا خلاص مش قادره وتعبت وصدعت قوي. انا نو نام نو. يلا يلا يا ايه بقى، يلا خشي نامي، بطلي عند بقى، مش قادره افتح عيني. يا ماما مش عايزه انام، انا مش جايلي نوم. طب هتلاقيه كمان شويه كده بيخبط على الباب، نوك نوك. هتقولي له مين؟ هيقولك انا النوم. لا بقى، انت بتضحك عليا، كل يوم بتقولي الكلام ده ومحدش بيجي يخبط على الباب ويعمل نوك نوك بتاعتك دي. يلا بقى يا ايه، يلا يا حبيبتي، انتي بقالك 3 ايام ما نمتيش. ها ايه ده؟ لا، وعلى اساس قوي يعني انك كنتي بتنامي الايام اللي قبلها؟ ده ايه الغباء بتاعي انا كمان ده؟ نو مش عايزه انام، انا نو نو، انا عايزه العب، عايزه العب. بس احنا عايزين ننام يا هانم. خلاص ناموا، هو انا كنت ماسكاكوا؟ روحوا انتوا ناموا وانا مش نام. ايه يا ايه بقى، ارجوكي حاولي تنامي يا حبيبتي عشان خاطري. نو انا مش عارفه انام، انا مش عارفه انتوا بتناموا ازاي، طب حد يقولي. بصي انا هقولك دلوقتي احنا بننام ازاي، ركزي. ها بصي يا ستي، احنا بنروح ونفرد نفسنا على السرير ونغمض عينينا بس كده. يا سلام، بس كده؟ ها وبعدين يعني بتناموا بقى خلاص كده؟ ايوه بس كده، وبعدين بننام خلاص كده. ها ايه رايك؟ طب انتوا بتعملوا ايه وانتوا نايمين؟ هتشل بنتك، هتشلني. ما بنعملش حاجه، بنكون نايمين، وممكن ساعتها بقى بنحلم. يعني ايه بقى بنحلم دي؟ كلامك غريب جدا يا بابا على فكره. بصي يا حبيبتي، الحلم ده بيكون مثلا زي تلفزيون، وكأنك بتتفرجي على فيلم بالظبط. ماما يو فيلم بس ازاي وانت بتقولي بتبقي مغمضة عينك بتشوفي بقى التلفزيون ازاي؟ ما تجننيش يا ماما. لا لا، ما بيبقى الفيلم ده معمول في دماغك، ها فهمتي؟ لطيف لطيف، بس لا انا عايزه اتفرج على التلفزيون، ماليش دعوه. انا عايزه العب، مش عايزه انام، انا مش عايزه انام، مش عارفه مش عارفه، انا بقالي قد ايه بحاول انام، انا مش بعرف انام، مش بعرف. بقالك 4 سنين؟ لا 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 لا، احنا لازم على فكره نوديها لدكتور. لا حقنه، لا حقنه، لا لا لا. ومين قال ان احنا هنديكي حقنه بس يا بنتي؟ بابا قال هتودوني عند الدكتور. لا لا يا آية، لا افهمي، دكتور ده عشان نعرف انتي ما بتناميش ليه. يا ريت نعرف بس. طيب بس لو اديتوني حقنة صدقوني مش هنام اكتر وهتنح عليكم اكتر. لا لا لا، تتنحي ايه، ما تخافيش، الدكاترة دي مش بتدي حقن خالص. طيب ماشي، يلا بقى عشان تخشي تنامي. مش بعرف، انا مش بعرف، مش مصدقيني ليه يا حبيبتي؟ يا ماما يا حبيبتي، انا لو اعرف انام كنت قلتلك، لكن انا مش بعرف انام، اعمل ايه؟ طيب طب خلاص خلاص سيبيها عشان ما نتشلش بس. ما ايه، هو احنا لسه مش هنتشل؟ ما انا اتشليت خلاص. طيب ايه رأيك كده تجربي تنامي؟ ماشي، يعني تعملي زي ما انا وبابا قلنا لك بالظبط. ها ايه رأيك يا حبيبتي؟ يعني اقعد على السرير واغمض عيني، صح كده؟ ايوه جربي كده وان شاء الله هتعرفي تنامي. اوف. طيب
طيب ماشي، تعبتوني معاكم. يوه احنا برضو صح، وانتي ملاك. منك. يلا يلا يا ايه يا عسولة عشان تنامي. ها طيب، حاضر 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 حاضر. ها انا كده نمت. يا حبيبتي هتكوني نايمة ازاي وانتي بتتكلمي؟ طب انا كده نمت؟ لا لسه يا آية، لسه جننتينا. طب بصوا كده، ها انا كده نمت. يوه يا آية، ما ينفعش تنامي وانت بتتكلمي ازاي بس؟ بصي يا آية يا حبيبتي، انا وبابا دلوقتي هنروح ننام، ماشي؟ ماشي ماشي، موافقة. يا رب تعرفي تنامي وما تجناش. ها ابقى قابلني، ده مش بعيد نلاقيها فوق راسنا بعدها بخمس دقايق. لا لا لا، ان شاء الله هتنام، بس ما تفوليش، بس قول يا رب يا رب. اوف، هما بيناموا ازاي دول؟ طب اجي كده؟ لا برضو. اجي كده؟ لا برضو. طب اجي كده؟ طب خلاص انام كده. لا برضو. الله، يا 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 يا. اوف، ايوه انا جاتلي فكره. انا بشوفهم لما يجوا يناموا الاطفال بيفضلوا يقولوا لهم هو هو نامي، هو نامي منا، هو ايوه كده كده. طب يلا انا هقول لنفسي كده، يمكن 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 يعني. ماشي يلا 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 يلا. هو نامي منا، هو نامي منا، هو يلا نامي يلا يلا. عرفتيني عرفتيني يا ايه، نامي بقى. هو يلا يا ايه منا. مفيش 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 فايده فيا، مفيش. يا ربي مش قادره مش قادره انام. طب اعمل ايه؟ خلاص انا هجرب انام، هغمض عيني ومش هتكلم خالص خالص خالص. يلا يلا ايه، يلا يلا. انا هعمل كده زي ما حد بيبقى عايز ينام ويفضل يعمل يتاوب. ايوه ايوه انا هتاوب، هعمل كده، يمكن يمكن يعني دي اللي بتخليهم يناموا. يلا يلا استعداد ابدا. هاوي هاوي وي 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 وي. ها ايه ده برضو مفيش. ها اوف 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 بقى، انا بقالي ساعتين خلاص، انا هطلع العب بقى ماليش دعوه. يا لعبه يا لعبه يا لعوبه يا لعوبه يا لعوبه يا لعوبه، انت فين يا لعوبه؟ ايه ده؟ يو قفلوا باب الشقه بالمفتاح. بس المفتاح في الباب. بس انا قصيره ومش بطول كويس. طيب كرسي تيرارارا كرسي. هي جبت الكرسي، يلا يا باب الفها كده لفه كمان. ايوه هي اتفتح. خالص خالص خالص، ما اعرفش اصلا الشمس قربت تطلع ولا لا. انا عندي فكره، انا وانت دلوقتي هنلعب لعب حلوه قوي. بصي هنعمل معركه الرقص، يلا بو بو بوتش بوتش بو بو بوتش بوتش بو بو بوم بوم بوم. يلا دورك يا ريري. طبعا طبعا. بوم بوم بوتش بوتش بوم بوم بوتش بوتش بوم بوم. لا 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 استني، تعبت، انا رايحه اجيب كوبايه ميه او كوبايه عصير. يلا يلا نفتح هنا. اوه يا سلام، هو ده الكلام، مصاصة. خلاص خلاص انا مش عايز عصير. انا رايحة اقف قدام المراية عند بابا وماما في الأوضة بتاعتهم. يا سلام يلا.
مرايتها عادي تتدلع براحتها، استناها وبستعجلها قدام مرايتها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يوه يا ايه، يوه يا ايه تاني برضو؟ انت يا بنتي ايه عايزة تشليني؟ نعم يا استاذ بابا. يا بنتي مش احنا قلنالك لما ما تبقيش عايزة تنامي ما تجيش هنا وتفضلي تغني زي كل يوم؟ يوه انا بحب اعمل كده وبحب اعرفكم. الله يوه، طب يعني انت عايزة ايه؟ عايزة المراية يعني؟ ايوه انا عايزة المراية. لا بس انا مش عايزة المراية، انا عايزة العب، عايزة العب. طيب ممكن تلعبي في اوضتك؟ ممكن ممكن ماشي، بس بكرة تجيب لي حاجة حلوة. الله، امال ايه اللي في ايدك ده؟ ايه يا ايه، مش دي برضو حاجة حلوة؟ لا دي مصاصة مش حاجة حلوة. يلا تصبح على خير يا بابا. وانت من اهله يا رب ما تجيش تاني، عيلة تشل الواحد. اوف. يلا يلا يلا، المفروض الشمس تطلع دلوقتي، وطبعا الديك بتاع الجيران اخدوه امبارح وذبحوه وقتلوه، فانا المفروض بقى اعمل ايه؟ اعمل مهمته. يلا يلا يا شمس، يلا يا شموسة، يلا يلا. ايوه هي هي، الشمس طلعت، استعداد ابتدي. كوكو 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 كوكو. اوف يا ايه، اوه يا ايه، حرام عليكي كل يوم كده، ازاي فتحت الباب دي؟ اوف بقى. ايه يا ايه يا ايه، انا مش ايه. خشي جوه يا زفت انتي، يلا خشي جوه. انا اديك يا ماما. بقولك خشي جوه. ايه يا ماما؟ بقولك انا اديك. يو بقى، يلا بقول. طلعتي على الكرسي، ماشي يلا خشي جوه، خشي. اسمعي بقى، لو ما بطلتيش تفتحي الباب بالليل وتخرجي في الجنينة هقفل عليكي باب اوضتك. لا تقدرين يا امي، لا تقدرين، مش هيحصل. بقى كده؟ طب تعليلي بقى. لا لا بهزر بهزر يا ماما. يلا. ايه يا ست ماما ما بتهزريش؟ لا مش بهزر، يلا. بس كده، انا كده هرتاح منك. ماما لو سمحتي طلعيني. لا لا يمكن، هنام شويه وبعدين ابقى اجي اطلعك. انتي امي انتي؟ طب 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 طلعيني. طيب طب اديني ازازه ميه. طيب طب سندوتش جبنه حتى. ايه يا ست انتي، انتي ما عندكيش عيال؟ لا ما عنديش، وتصبحي على خير يا فقريه، باي باي. طب طب سندوتش جبنه رومي. طب 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 طماطميه. طيب طب تفاحه، تفاحه يا ست انتي. يوه ماما يا ماما يا ماما. طب ازازه ميه، عطشانه عطشانه. طب عطشانه، طب هاتي مصاصه. طيب هاتي مصاصه تسلى فيها، مصاصه مصاصه يا ماما، هاتي لي مصاصه. ايه ده، ايه الست المفتريه دي؟ يوه. مش قادرة. ايه ده، هو ايه الهدوء ده؟ في هدوء جدا على فكرة، والموضوع كده مرعب جدا. لما اشوف كده ايه، فين ايه يا ايه؟ ايه انت فين يا ايه؟ الله، هي مش بترد ليه يا ايه؟ يا ايه ده، ايه ده؟ ايه ايه نايمة؟ انت بجد نايمة؟ ايه ايه ده؟ ايه نايمة؟ ايه نايمة؟ يوسف يا يوسف تعالى بسرعة، تعالى الحق، ايه بنتك نايمة؟ ايه؟ احلفي قولي اقسم بالله والنبي نايمة؟ ايه نايمة؟ نايمة مغمضة عينيها، وريني كده. ايه ده؟ دي نايمة بجد؟ ايه نايمة؟ ايوه ايوه فعلا نايمه. بح. واضحكت عليكم.
ولبستوها. الحمد لله آية شلت بابا ومامتها. ولحد هنا خلصت القصة. ولو عجبتكم اكتبولي في التعليقات، وما تنسوش اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة، باي باي.